اهلا وسهلا بكم معايا اليوم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة ان شاء الله. هذا النهار يقدم لكم ان شاء الله وصفة جد رائعة وسهلة، حرشة في البانيني، كتقدم بطريقة جد رائعة وسهلة التحضير، كتوجد في رمشتعين في الحقيقة. الوقت اللي كتعمروا فيه داك اتاي والقهوة ما كيتجي تعمر حتى تكون واجدة، ما كتطلبش وقت بزاف وكتجي رائعة. جربوها وتبعوا معايا المقادير. على بركة الله غادي نبداو مقادير تاع هاد الحرشة، يعني كل واحد كيوجد هالحرشة يعني المعتادة عندنا دائما، ولكن هاد النهار يقدم لكم الحرشة بطريقة ديالي الخاصة، كتجي جد رائعة. عندي هنايا السميد المويا، وعندي كاس تاع الزيت تاع المائدة، عندي هنا تقريبا 400 غرام تاع السميدة، وشوية د الملح. المهم الملح كل واحد على حسب ما المقدار اللي كيبغي. هنايا واحد المعلقه ونص تاع سكر سنيده، وعندي خماره تاع الحلويات عندي 11 غرام. وهنايا مع هذه الحرشه ما عاديش نقدمها لكم يعني ما عادش نديرو فيها الماء، ولكن عادي نجمعها بالكاس تاع الحليب يكون شويه دافي. صافي، هادو هما المقادير اللي عندنا. الحقيقة كتجي رائعة، والمذاق ديالها كيجي زوين ومختلف على المعتاد، وخصوصا من غادي نطيبوها هنايا بدون مقلات، بدا طويجينا بلا حتى شي حاجة، يعني يعني نطيبوها في آلة تاع البانيني. خصوصا هاد الوقت آلة تاع البانيني راها دايرة حالة، يعني بقاو يحضروا فيها كل شي حتى الكيكة الجينواز بقاو يديروها فيها اي حاجة، يعني مؤخرا على حسب ما شفتو كل شيء، يعني كل شيء بقى يحضر فيها، ماشي لي ساندويتشات ولا، ولكن بقينا نديرو فيها كل شيء، يعني بقات ما بقات تخطى تدار، بقات متعددة الاستعمالات. عادي ندير هنا كاس تاع الزيت، وعادي نبسس ديك السميدة مزيان باش تشرب داك الزيت ضروري، هي ما يعني ما ندلكوها ما حتى شي حاجه. ان نجمعوا غادي نجمعها مزيان بالزيت كما كتشوفوا هنايا معايا في الفيديو، ضروري ديك الزيت نبسوها بها مزيان، نخلطوا هكا، ومن بعد نخليوها واحد شويه، واحد المده قليله، واحد 10 دقائق ولا، ومن بعد نوليو باش نجمعوا دوك المقادير الاخرين نخلطوهم معاها، وبالتالي غادي نجمعوا بالحليب. غادي ندير في ديك الكميه تاع الملح، وغادي نضيف هنايا سكر سنيده، غادي نضيف خميرة الحلويات عندي 11 غرام، غادي نضيفها كاملة، ومن بعد غادي نوليو باش نخلطو مزيان هاد النواشف، ومن بعد غادي نضيفو الحليب كمكون اخر، عنصر اخر، باش غادي نجمعو هاد الحرشة، نجمعهم مزيان تا هما باش ينسجم جميع المكونات. هاد الطريقة، وغادي نضيف الحليب باش نجمعو الحرشة كاملة، غنضيف كاس بهذا الحجم كما نعرفو دائما، وخا يجيكم دركا تقولوا يعني خفيفة ولا معرفتش تجمع، ولكن كنعرفو يعني السميدة كتشرب، يعني واخا تجيكم جارية راه تخليها واحد شوية دي داك الحليب كلشي كيتشرب، كتجي نورمال عادية. غادي نجمع كاع هاد الشيء، ومن بعد غادي نمرو باش غادي نحضروها في الآلة تاع البانيني. كما قلت لكم هي ما تندلك ما حتى شي حاجة، يعني نجمعوها بيدينا وصافي. فهاد الاثناء غادي نمر باش غادي يعني نخليو ديك الاله تاع البانيني تسخن باش نحضروا هاد الحريشات اللي كيجيو جد شهيين وبنان وبطريقه سهله، وكذلك كتوجدوا بسرعه.
صاي هنا نسجموا لي كلشي المكونات. هذه هو القوام ديالها، كتجي على هذا الشكل، ولكن عادي تزيد تشرب لحقاش السميده كتشرب فيه الساعة. واخا كتبان لكم هكا، غادي تشوفوا من بعد من غادي نجيو باش نحضروها مع بعضنا بعض. هنا خليت شويه السميد باش غادي نفندو في وسط الحريشات الصغار باش ما يلصقوش. هنايا خديت الآلة تاع البانيوني كما كتشوفوا هنايا راها مغسولة. من بعد غادي نضيف هاد الورق نتاع الأكل تاع الكاطو تاع الحلويات، ولا غادي نحطو هنايا فوقها، وغادي نحط فوقها الحرشة هكا باش تحتفظوا عليها يعني تبقى نقية، وحتى داك السميدة تاع الدقيق تاع الحرشة ما يلصق لكمش فيها باش تعدبو باش تغسلوها، ولا يعني نديرو نضيفو هاد الورق تاع الحلويات فوقها، ومن بعد نطيبو الحريشات بكل سهولة. وهكا تبقى عندنا يعني نقية، وما كت هذاك السميد تاع الحرشة ما كيلصق فيها ما حتى شي حاجة، وحتى الحرشة كطيب يعني بسهولة. هنا يعني ندير مكونات هكا، يعني ندور واحد الدوائر صغيرة هذا الشكل كما كتشوفوا معايا الفيديو، دوائر هكا. كل واحد دو الاختيار ديالو، تقدروا غليظة رقيقة، كل واحد واش يفضل. هذا في هذا الاطار في هذا المول نتاع الحرشة، غادي نفندها هنايا في هذا السميد اللي خليته، ومن بعد غادي نمر باش نطيبها على هذا الشكل. هنايا حطيتها فوق هنايا، من بعد ما حطيتها فوق يعني داك الورق فوق الآلة تاع البانيني، غادي ناخذ هذا نتاع المول نتاع الحرشة، غادي نزيرو عليها مزيان، نفرصو عليها باش تقرص بحال اللي غادي نقرصوها حتى تعطينا الشكل تاع داك الإطار، يعني نحسو بها مدورة مزيانة. وكنريدو كما راكم تشوفوا معايا هنايا بالفيديو، هذا هو الشكل. وتقدروا يعني تسرحوها بيديكم اللي ما عندوش هذا الإطار تاع الحرشة، تقدروا نستعملوها. نحيدها غادي نزيد وحدة أخرى، ما درت هذه شويه غليظه، كل واحد دو الاختيار ديالو، تقدروا ديوها رقيقه. عادي درتها نفس الطريقه، وعادي نفرصي عليها هكا مزيان باش تقرص تعطينا الشكل تاع الاطار نتاع المول تاع الحرشه. ومن بعد عادي نبلعو عليها تاع بالاله ونخليوها تطيب على خاطرها بحال هكا. هاي كما كتشوفوها هي بدات تطيب يعني في الساعة فوق التواجيز، نزيد لها واحد شويه ونحيدها. صافي ريحه الحرشه كتعطي. صافي هادو هما الحريشات هنايا درك من بعد ما طابوا، هاني حيدتهم كما كتشوفوا كيجيو هشاش وخفاف، كيجيو جد رائعين ورطب مزيانين، خصوصا من تلونو بالحليب حتى المذاق ديالهم كيجي مختلف على بالماء. ومن بعد غادي يعني ندير نفس الطريقه حتى نكملو كاع العجينه اللي عندنا تاع الحرشه، غادي نطبق نفس الطريقه. ونفس الشكل حتى تعطينا نفس الاطار نتاع الدائري تاع الحرشه المعتاده. من بعد البنات ما طيبنا الحريشات، هذا هما الشكل ديالهم، هذا هو الشكل النهائي في طبق التقديم. كيجي بشكل مختلف، وكذلك المذاق كيجي مختلف جدا، وكيجي بنين ورائع، وما كتطلبش وقت بزاف، كتحضر يعني في رمشتين. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم بعد ما تجربوها طبعا. ولا عجبتكم هذه الوصفه تاع اليوم، ما تنساونيش بالجيم وتعليق لتشجيع القناه، واللي اول مره يدخل القناه نتمنى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. وعلى هذا الطبق او
الحريشات، أترككم في رعاية الله وحفظه، وصفة أخرى إن شاء الله، ومع السلامة، إلى اللقاء.